السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في الفصل العاشر من تريجر آيلاند. جيم هاوكنز سيطر على السفينة، تقريبا قتل هانز، خد بالطلقة في كتفه أو في جسمه ونزل في المية، وهو أصلا كان مصاب حالتين. تعالوا نشوف جيم هاوكنز هينزل من السفينة هيروح فين، ولا هيقابل أصحابه، ولا القراصنة هيسيطروا عليه. يلا بينا. جيم هاوكنز: At last I was back on the island. أخيرا أنا بقيت على الجزيرة. The ship was safe. السفينة كانت في أمان. From pirates، عن القراصنة. Ready for our men، مستعدة أو جاهزة لرجالتنا. To go back the sea، إن هم يرجعوا تاني للبحر. I looked forward to telling my friends about my latest adventure. وكان نفسي أكلم أصحابي دول على آخر مغامرة ليا وأحلى مغامرة حصلت معايا. أنا يا جماعة أنت قائد السفينة. And started to walk back across the island، وبدأت أرجع عائدا إلى الجزيرة. I remember the map، تذكرت الخريطة. So I know how to return to the place، لذلك أنا كنت عارف إزاي أرجع للمكان. Where I had met Bingan، المكان اللي قابلت فيه Bingan. وبينجان عرفنا الراجل المجنون اللي موجود على السفينة بقاله 3 سنين. For the first time، في المكان اللي قابلته فيه أول مرة. As I continued، وأنا أستمر. It was very dark، الدنيا كانت ظلمة قوي. It was difficult for me، وكان من الصعب عليا. To find my way، أن أجد طريقي. But the light of the moon، لكن الحمد لله ضوء القمر. Helped me، كان بيساعدني جدا. When I was near the fort، لما كنت جنب الحصن. I went to more slowly، قربت بهدوء. I didn't want to my friends to think I was a pirate، مش عايزهم يعتقدوا ان انا قرصان. Suddenly، وفجأة. I saw a red light، رأيت ضوءا احمر. لقيت ضوء ايه؟ احمر. حاجة غريبة يعني، في ايه؟ Through trees، بين الاشجار. What was it؟ ايه ده؟ Then I saw that there was a big fire، وجدتها نارا كبيرة. Next to the fort، بجوار الحصن. I thought that this was unusual، اعتقدت ان ده غير عادي. Captain Smollett was always very careful، كان دايما حريص. Not to waste wood، انه ما يتلفش الخشب او يضيعه في حبة نار او حريق. I quietly went back inside the dark fort، ودخلت الى الحصن بهدوء شديد ليلا. And I was very pleased، وكنت مبسوط. To hear the men، اسمع الرجالة inside talking quietly، وهم يتحدثون بهدوء مع بعضهم البعض. However، ولكن. I realized that، أدركت إن. They were not good guards، إنهم مش حراس جيدين. Because nobody saw me return. تاني كده. However، ولكن. I realized that they were not good، إنهم مش حراس جيدين. Because nobody saw me، محدش شافني وأنا راجع. I was about to climb into the bed، وكنت على وشك أن أركض في السرير. When I heard the words، عندما سمعت الكلمات. Who's that؟ من هنا؟ مين معانا؟ مين موجود؟ أي أخيرا فقتم؟ Who's that؟ I realized that it was Captain Flint، أدركت أنه Flint Silver's Pirate. طبعا ما طلعش بني آدم، ده طلع مين؟ البغبغان بتاعنا اللي اسمه Flint، بتاع مين؟ Silver. فواضح جدا كده ان ايه، ان اللي اتكلم البغبغان مش حد تاني. Everyone in the room woke up، كل الناس صحيت. And I heard someone call out، وسمعت حد بينادي. Who's there؟ مين هناك؟ It was Long John Silver، انه Long John Silver. I turned to run away، لفيت عشان اهرب. But I ran into a man، اصطدمت في رجل اخر. Who held me، hold on to me، مسك فيا او مسكني. I was trapped، انا اتحبست. Bring torch، هات الكشاف. يا ديك، ديك طبعا واحد من القراصنة. سيد سيلفر، قالها سيلفر. When he returned with the torch، وعندما عاد بالكشاف. ها، I could see inside the room، قدرت اشوف اللي جوه الأوضة. I realized that the fort was now full of pirates، لقيت الحصن مليان بالقراصنة. اوبا، الحصن يا جماعة تم اختراقه، والقراصنة سيطروا على المكان. Our food was on the table، أكلنا كان على الترابيزة أيضا. But I could not see any of my friends، لكن أنا مش شايف ولا واحد من أصحابي. Was it possible that they were all dead؟ هل كلهم ماتوا؟ يا نهار أبيض. There were 5 pirates standing in the room، في 5 من القراصنة واقفين في الأوضة. Another pirate، وهناك قرصان آخر laying bed، نايم في سريره. He looked badly hurt، يبدو أنه مصاب جدا. Silver looked tired، وسيلفر يبدو عليه التعب. His parrot was on his shoulder، وكان البغبغان بتاعه على كتفه.
and his clothes were dirty وملابسه متسخة. So Jim Hawkins. أيوة أنت Jim Hawkins. إزيك يا ابني؟ It's nice of you to visit us. شيء لطيف منك إنك تيجي تزورنا. You don't have to stand up for Jim. أنتوا مش مضطرين يا جماعة تقفوا عشان جيم. He told his men. قال لرجالته كده. And they lay down. وكلهم ناموا قعدهم أو ركضهم. On their beds على سريرهم again. I know you were clever. أنا عارف إن أنت ذكي قوي. Silver said to me. قالها لي Silver. I always want you to be one of us. كان نفسي دايما تكون واحد مننا يا جيم يا صغير أنت. Because I was like you. لأن أنا كنت زيك. When I was a boy لما كنت صغير. Now والآن you can't go back to your friends. أنت مش هتعرف ترجع لأصحابك تاني. Because they think you have left them. لأنهم يعتقدون أنك تركتهم. يا بلاد. شوف بقى العب لعبة حلوة. So unless you want to stay. إذا ما كنتش عايز تقعد on your own بنفسك. You will have to join us now. فأنت بضطر أنك تقعد معنا إجباري. يعني أنت كنت عايز تبقى معنا قبل كده. دلوقتي أنت هتبقى معنا. I was pleased. كنت فرحان to hear that my friends were still alive. إن هما لسه عايشين. But I was not happy. بس ما كنتش فرحان to hear that they did not want me. إن هما مش عايزيني anymore مرة تانية. Now والآن. سيلفر بقى يبتدي يتكلم. Now you don't have to stay to say yes. أنت مش مضطر إنك تقول أيوة. سيد سيلفر. I can tell you that what to do. أنا ما أقدرش أقول لك تعمل إيه. I'll answer you. هرد عليك. I said in a weak voice. رحت أقول له بهدوء كده وبصوت واطي. First أولا I want to know where my friends are. عايزني أبقى معاك بس قول لي أصحابي فين بس الأول. Yesterday morning امبارح الصبحية explained Silver. شرح سيلفر. دكتور ليفيسي came down with a white flag. جاء إلينا دكتور ليفيسي بعلم أبيض. He told me that Hispaniola was not there anymore. قال لي ان الهسبانيولا خلاص ما عادتش موجوده مشيت. We looked around. He was right. بصينا حوالينا ولقينا كلامه صح. الهسبانيولا الطيار خدها ومشيت. The ship was gone. Then he the doctor said ثم قال الطبيب that we could have the fort. قال ان احنا نقدر ناخد الحصن. I asked him how many of them were in the fort. قلت له كم واحد في الحصن. And he said قال there were four أربعة. And one of them was hurt. واحد فيهم مصاب. And he said وقال he didn't know or care where you were. ما كانش مهتم لمكانك ولا عايز يعرف انت فين اصلا. So here we are. ها نحن قد وصلنا. I don't know where they are. ما عرفش هم فين. Do I have to decide now. هل اخد القرار دلوقتي. جيم بيسأل بقى نفسه. اخد القرار دلوقتي اقول انا معاك. Yes, I have to decide now. علي أن أقرر الآن. Sid Silver. عليك أن تقرر الآن. Very well. حسنا. But there are some things you need to know. في حاجات أنت لازم تعرفها. First, you have lost your ship. أنت خسرت سفينتك. You have lost your treasure. خسرت كنزك. And you have lost many of your men. وخسرت كثير من رجالك. جيم هاوكنز بيتكلم كويس قوي. How did you lose them? إزاي أنت فقدتهم? It was me. إنه أنا. Heard your plans. سمعت خططك. On Hispaniola على السفينة. And told Captain Smollett. وأخبرت Captain Smollett. And I cut the anchor. وأنا اللي قطعت الهلب أو المرسى بتاع الحبل. Of the ship بتاع السفينة دي. And took it to place that you don't know. وخدت السفينة المكان أنت ما تعرفوش. I am not frightened of you. أنا مش خايف منك. You can kill me if you want. تقدر تقتلني لو أنت عايز. But remember. ولكن تذكر. If you don't kill me. لو أنت ما قتلتنيش. I'll help you. Your trail, a trail. أنا هساعدك at your trail في محاكمتك. So now you have to decide. عليك الآن أن تقرر. What will you do? إيه اللي أنت تعمله with me معايا. I stopped talking. ثم توقفت أنا عن الكلام. And all men looked at me. وكل الناس كانوا بيبصوا لي بغضب شديد جدا. الولد صغير بس قوي وحير. That was the boy. إنه هو الولد. Who know black dog اللي كان عارف black dog كويس in the Bristol. فاكرين black dog. Said one of the pirates. قالها أحد القراصنة. Called Morgan. Morgan. And he was the boy. هو ده الولد. Who got the map اللي معاه الخريطة from Billy Bones اللي سرقها.
مورجان مورجان stood up ثم وقف مورجان with a knife مع سكينة stop called silver نادى سيلفر عليه وقال له وقف راح فين بالسكينة بتاعتك دي do you think that you are the captain now هل تعتقد انك انت قائد السفينة الان you do as I say مورجان and the other pirates were quiet ايه ده مورجان واللي معاه واقفين ساكتين انا القبطان I like this boy silver continued فسيلفر عجب كلام الواد ده قوي I have never seen a better boy than him انا لم ارى ولدا مثله ابدا he's more of a man than any of you هو ارجل منكم كلكم يا نهار ابيض الواد قوي جدا وقدر يوقفهم كلهم وانا قائد السفينه the other pirates did not look happy القراصنه التانيين ما كانوش فرحانين باللي بيتقال ده they started to talk quietly وبداوا يتكلموا بهدوء to each other لبعضهم البعض what are you saying ايه بتقول ايه said silver we don't like all of your rules احنا مش عاجبنا اي قانون من قوانينك said one of the pirates قالها واحد من القراصنه هيحصل بقى يا جماعه حاجه حاله من التمرد من القراصنه نفسهم على القرصان الكبير سيلفر we are going to talk together without you احنا هنتكلم مع بعض بس بدونك you can't stop us ومش هتقدر تمنعنا حالا all men left the room وكل الرجاله سابوا الاوضه and only silver and I remained وانا وسيلفر اللي فضلنا موجودين في المكان listen jim اسمع يا جيم طبعا سيلفر ابتدى يتكلم اسمع يا جيم said silver I don't think that they want me to be the captain anymore اعتقد ان هم ما عادوش عايزيني اكون كابتن بعد كده but I can look after you بس انا اقدر اعتني بك if you look after me لو انت اعتنيت بيا do you mean that they want to kill you فانا بقول له قصدك انهم عايزين يقتلوك قال له they don't need me now هم مش عايزيني دلوقتي that I don't have the ship لان انا مش معايا السفينه but if you save me لو انت انقذتني I can save you انا اقدر انقذك I was surprised اندهشت طبعا جيم هاوكنز اندهش to hear this اللي بسمع الكلام ده he was the leader of the gang اصبح الان هو قائد العصابه of pirates and now he wanted the help of boy يعني تخيل سيلفر ده قائد العصابه وعايز مساعده من حته عيل I'll do what I can فقلت له خلاص انا هعمل اللي اقدر عليه you are a good boy انت ولد كويس he said I know you have good the ship انا عارف انك خدت السفينه في مكان امن somewhere في مكان ما امن remember I am now with Mr. Trelawney and his men دلوقتي انا عند فريق ترلوني ورجالته so why did the doctor give me the map Jim حتى بص كده هو ليه اداني الخريطه نعم دكتور ادى الخريطه لمين لسيلفر he saw that I was surprised سيلفر لاحظ ان انا مندهش yes he gave it to me ايوه هو اداها لي he must have a plan you know اكيد عنده خطه مش كده let's hope it's a good one دعنا نامل ان الخطه جيده I looked out of the fort نظرت بره الحصن كده and saw the pirates talking in a group ولقيت القراصنه عمالين بيتكلموا مع بعضهم كده كمجموعه one of the men واحد من الرجاله ديت had some paper كان معاه ورقه and a knife وسكينه and the others والاخرين were watching him عمالين يراقبوه او بيشوفوه بيبص عليه then they started to talk ثم بداوا الكلام back towards us راجعين ناحيتنا they are coming انهم قادمين I told Silver let them come he said خلوهم يجوا يتفضلوا تعالوا خلص الفصل للأسف دلوقتي القراصنة هيدخلهم علينا هل القراصنة دول هيقدروا يؤذونا هل هم بيخططوا الحاجة بس الواضح ان هم مش عايزين الاخ اللي اسمه سيلفر يكون قائد ليهم تاني لانك انت ما عادش عندك السفينة تعالوا نشوف مجموعة الاسئلة البسيطة قوي قوي اللي موجودة معانا وتبقى معاكم في البي دي اف كمان اوكي وين جيم ارايفد افتح طبعا عندنا في الاجابه الخط صغير قوي حاول انك تبص معايا كده عندك ها وين جيم ارايفد ات ذا فورت لما جيم وصل عند الفورت الحصن هي واز ساد كان زعلان ذن هي واز فيري هابي ثم كان فرحان بات ورد ولكن قلقان ايه المشاعر المختلطه دي اولا هي واز ساد بيكوز ات فيرست في البدايه هي سوت هيز فريندز وير ديد كان بيعتقد ان اصحابه ماتوا لكن بعد كده بقى happy when he knew that they were alive عرف ان هم على قيد الحياة but worried لكن قلقان ليه because he did not know where they were ما يعرفش هم فين اذا فتلت مشاعر مختلطة السؤال الثاني Jim in trouble
Jim was in trouble. Jim كان في حالة يعني في قلق. But could turn things upside down. لكن يقدر يقلب الأمور رأسا على عقب. قال لك also he was with his pirate. The pirate and in trouble. بالرغم ان هو مع القراصنة دلوقتي وهو في مشكلة. He could use his knowledge. قدر يستخدم معلوماته ومعرفته of the ship. Was to have power over the server. انا مالك السفينه وانا اللي معايا السفينه يبقى انا القائد دلوقتي. فابتدى يستغل القدره دي او الامكانيه دي عشان يسيطر على الناس اللي معاه. 3 I am not frightened. انا مش خايف. مكتوبه if you of you مش خايف منك. You can kill me if you want. انت تقدر تقتلني لو انت عايز. But you won't. But remember ولكن تذكر if you don't kill me لو انت ما قتلتنيش I'll help you at your trail. هساعدك في محاكمتك اللي هتحاكم بيها. Now you have to decide. والآن عليك أن تقرر. Why do you think Jim was not frightened of Silver? ليه مش خايف من Silver؟ يا حبيبي انت مصدر القوة بيخافش إلا الضعاف. Jim had the ship لأنه مع السفينة مصدر قوة لي. So he couldn't do anything to Jim. ما يقدرش يعمل أي حاجة لجيم. Do you think Jim was right to offer the help Silver in his trail? هل تعتقد أن جيم كان عنده حق لما عرض المساعدة على سيلفر في المحاكمة؟ يعني أنت هتروح تتحاكم في إنجلترا وأنا هقف جنبك وأقول أنك أنت ساعدتنا عشان أنقذك من الإيه من العقاب الشديد. طبعا أقول إيه No because the men were angry with him لأن الرجالة كانوا كلهم غضبانين منه. Sorry as he wanted to protect himself لأن عايز يحمي نفسه from silver من silver. So he offered to help him عرض عليه المساعدة. يعني أنت هتسيبني هسيبك هتساعدني هساعدك طبعا عشان يتجنب إيه شغله أو شره بمعنى أصح. Do you think Jim was right؟ هل جيم كان عنده حق؟ That he told Silver إنه قال لي Silver he wasn't frightened of him إنه مش خايف منه؟ No because the men were angry لأن في اللحظة دي الرجالة كلهم بقوا غضبانين منه and Silver at Jim was right ونقول كده Silver at Jim زي جيم كان على حق. Silver had two offers. Silver كان عنده عرضين اثنين. Both were surprising والاثنين مدهشين لجيم. Illustrate. First he asked Jim طلب من جيم to join pirates ان هو يلتحق بالقراصنة. Then he asked him ثم طلب منه to help him يساعده. Perhaps against the pirates. سيلفر كان عنده حاجة غريبة قوي. قال له ماشي انت قائد بس ساعدنا عشان اساعدك. هذا واحد. انضم للقراصنة خليك معانا احنا عايزينك معانا. كل ده عشان مصدر القوة يا جماعة مع السفينة. Why do you think Silver wanted Jim to join pirates? ليه سيلفر عايز جيم يكون معاهم في مع القراصنة؟ Because Jim clever لأنه ولد ذكي. مين؟ He had the ship مع السفينة. Silver had a strong character. سيلفر كان عنده شخصية قوية قوي. Why do you think that? ليه بتعتقد كده؟ Responded to Morgan's attempt لأنه استجاب لمحاولة مورجان. رد عليه to attack Jim لأنه كان عايز يهجم على جيم فوقفه فكانت شخصيته واضحة أنها قوية. When Morgan attacked him لما مورجان هجم عليه he ordered him أمره to stop إنه يتوقف. He was leader لأنه كان في اللحظة دي القائد بتاعهم and the قائد الكرو اللي هو الطاقم should follow his soldier his order والطاقم كله لازم يتبع إيه أوامره. Why do you think the pirates no longer need silver؟ ليه بقى ما عادوش محتاجين سيلفر؟ عشان بيفتقد لأهم حاجة اللي هي القيادة وإن هو معاه السفينة. As he didn't have the ship أي ولا إنه ما معوش السفينة anymore. Jim was successful in his adventure. Jim كان ناجح أوي في مغامرته on the ship. Why? He seized it from the pirates. خد السفينة من القراصنة. If you were Jim لو أنت مكان Jim would you try to join the pirates؟ هتلتحق بالقراصنة؟ طبعا as they were thieves and killers طبعا أنا لو مكانه أنا هنضم لهم مؤقتا لحد ما أخلع منهم لأن هم قتلة. Silver tried to mislead Jim. Silver كان بيحاول يضلل Jim concerning his friends بخصوص أصحابه. Explain. قال له في الأول إيه؟ He told him that his friends thought he left. اعتقد أن أصحاب قال له أن أصحابك اعتقد أنك خلعت وسبتهم and would never want to see you ومش عايزين يشوفوك أبدا مرة تانية. آخر سؤال Do you think Jim was afraid when he trapped in the fort؟ هل جيم كان خايف لما كان محبوس جوه الفورت معاهم؟ قال لك No as he had the ship لأنه معاه السفينة that the pirates needed it لدرجة أن القراصنة طبعا أكيد محتاجينها وبالتالي هو المسيطر وهو الأقوى هنا.
بكده خلص الفصل العاشر، وان شاء الله رب العالمين الفصول التاليه هتبقى في وقتها بامر الله. حاول قدر الامكان انك تسمع الشرح تاني كويس او تسمع النص، وبعد كده تقرا الاسئله المحلوله معاك من اي كتاب او اي مصدر غير مصادرنا، وان شاء الله رب العالمين نحاول نعمل لك اختبار صغير على كل فصل بامر الله، ونلم لك الدنيا. وانتظرونا ان شاء الله في اليوم اللايف. See you next time and goodbye.